السلام عليكم. احد الاصدقاء قال لي عايزين نشوف مثال كده ان احنا بنعمل هرم. تمام، فهرسم ليفل زي بقى ما انت عايز ارتفاع الهرم قد ايه. تمام، انا هرسم ليفل بس كده في النص. هنشوف فكرة بسيطة جدا، يعني ابسط من البساطة. خلينا نسمي ده 2. بيقول عايز تغير الاسم في كل مكان، هغير. واللي فوق ده هنسميه 3. هروح بقى على ليفل 1 وهبدأ أرسم الهرم اللي أنا عايزه. فهروح لماسكن سايت، وينفع نعمله برضو موديل امبليس، وأقول له امبليس ماس، وأقول له أوكي. وهبدأ أرسم القاعدة بتاعتي هيت. وبعد كده هعمل سيلكت للشكل اللي احنا رسمناه دوت، وهقول له كوبي، واروح حاطه برضو بيست في ليفل 2. خليها ليفل 3. ممكن نحط ليفل 2 وليفل 3 بحيث ان احنا نخلي الحجم بتاعه بيتغير كده، زي هرم ميداس او الاهرامات. الهرم الاكبر كان بيبقى فيه ميل مختلف. طيب لو جينا نبص كده عليه في ال 3D هنلاقيه بالشكل دوت. فانا ممكن اعمل سيلكت على الجزء اللي فوق واقول له ان انا عايز اغير السكيل بتاعه من النقطة اللي في النص. ممكن احدد النقطة اللي في النص. تمام، بس المقدار قد ايه بقى؟ ممكن نقول له 0.001. بالشكل دوت كده. لو عملت سيلكت ده مع ده، الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت، وقلت له كرييت فورم، هيعمله بشكل هرم زي ما انت شايف كده. احنا ادينا المهمة بنجاح، لكن ممكن نيجي على الشكل بتاعنا نعمل عليه سيلكت ونحط البصمة بتاعتنا. لان احنا ممكن نضيف بروفايل مثلا في النص، نروح عاملين عليه سيلكت جزء البروفايل في النص دوت. ونعمل له برضو سكيل. عايز تكبر عايز تصغر براحتك، يعني حسب الحاجة اللي انت عايز تبنيها. ماشي، يعني ممكن تعمل سكيل تكبر او تخليه اصغر. خلينا نصغر. ده الهرم ده موجود وده موجود، فنقول له سكيل ونخليه بقى بمقدار 0.7 مثلا. تمام، مجرد ان انت هتختار النقطة اللي انت عايزها فشكل الهرم هيتغير. تعال بقى نشوفه. طيب بعد ما رسمنا الهرم عايز ارسم شكل كده جنب الهرم.
فخلينا نروح لريفرنس واقول له ان انا عايز ارسم الاداه دي سبلاين ثرو بوينت، مش سبلاين، لا انا عايزها من خلال البوينت عشان اقدر اتحكم فيها. فهقول له ان انا عايز ارسم على ليفل 1، كده انا برسم على ليفل 1. بعد كده هقول له ليفل 2، بعد كده هقول له على ليفل 3، اسكيب. النقط دي تقدر تتحكم فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز، يعني مثلا النقطة ديت اقدر ان انا اسحبها كده شوية، اقدر اطلعها فوق شوية زي ما انت عايز، يعني انت شوف ايه الحاجة اللي انت عايزها وتحكم فيها زي ما انت عايز. انا مثلا اخليها تبقى قريبة كده. طيب عايزين بعد كده نبدأ نرسم، فهقول له set واقول له ان انا هرسم على الشكل دوت، وهبدأ اقول له ان انا عايز ارسم شكل، هقول له الكام سلايد 3، وهبدأ ارسم اهوت، وبعد كده هقول له set واروح ليه البوينت التانية، وبعد كده هقول له ست واروح للنقطة التانية. خلي بالك انت دوس تاب هتلاقي ان انت تقدر ترسم على الليفل، هتلاقي ان انت تقدر ترسم موازي زي ما انت عايز، فحسب ما انت عايز. يعني الشكل نفسه تقدر تتحكم فيه بكل سهولة. بعد ما رسمنا ممكن نعمل بقى سيلكت بقى على الخط ده وده وده، ونقول له كريت فورم، يبدأ يعمل لك الشكل، والشكل تقدر في أي لحظة تعدل فيه أي حاجة أنت عايزها، يعني تقدر في أي لحظة تعدل نقطة معينة، تسحبها كده مثلا، كل حاجة ترسمها هيبدأ يغير لك فيه الشغل بتاعك. تقدر تعمل سيلكت مثلا على الجزء اللي فوق دوت، تعمل له موف وهكذا. تقدر تضيف ايدج أو بروفايل.